زي ما وعدتكم خليني اشرح لكم ماتش اتاكس على الموبايل شكلها عامل ازاي. زي ما انتم شايفين قدامكم كده ده الشكل العام بتاعها. تعالوا نمسك حته حته. تعال نبدا من الشمال من اول السيتنج. دي السيتنج بتاعت اللعبه. بعد كده تعال نخش على النيوز. النيوز دي ناس كده جدا ممكن تبقى مستهونه بيها، لكن اوعى تسيبها لان دي فيها كم هايل من المفاجآت. بيقول لك دايما مثلا لو في كارت معين عشان تاخده تعمل ايه، عشان تاخده باكه معينه نزلت جديد ممكن تروح تشتريها مثلا من الشوب، او مثلا هم بيعملوا حاجه لطيفه جدا كل يوم جمعه بينزلوا باكه ببلاش. فانت بتعرفها منين؟ بتعرفها من المكان بتاع النيوز دوت، تمام؟ او لو في اخبار جديده، لو في كروت جايه جديده، كله بيتعرف من المكان اللي احنا واقفين فيه ده. طيب تعالوا نجرب مع بعضينا النهارده الجمعه الباكه اللي في النص دي هي اللي ببلاش. تعالوا ندوس عليها ونشوف شكلها عامل ازاي. بندوس بيديك الكود زي ما انتم شايفين، هو اف بي اف 42 سي ان سي. طيب تعالوا نحط مع بعضينا في الحته بتاعت الكود. يلا بينا هنكتب، يلا اف بي اف 42 سي ان سي، وتعالوا نفتح مع بعض ونشوف ان شاء الله تطلع حلوه على وشكم. يلا ادي الباكه اللي ببلاش، ما دفعناش اي حاجه، كل يوم جمعه بيديك واحده زي دي. تفتح ادي الكروت. ده كويس، ده داني جريزمان الجديد كمان نيو سايننج عشان ساعه لما رجع تاني دلوقتي لاتلتيكو مدريد. ودي الكروت الباقيه وكارت الاتاك اللي في الاخر ده. طبعا بيرجعوا بقى الماتش اتاكس، اعرفوا القوانين، اعرفوا الكروت دي بتعمل ايه. وبعدين عندنا كارتين ليميتد. تعال نفتح اول واحد كده نشوف. اوكي ايا كان اللعيب مش معروف قوي ولكن هيرتج، فده كارت كويس. تعال نشوف بقى بتاع توتنهام اخباره ايه، ان شاء الله يطلع حاجه كويسه. ده ممتاز جدا جدا جدا، ده هايل، ده هايل هايل جدا. طيب كده انت عندك كارتين وعندك دول، ودول ببلاش ما تدفعش فيهم اي حاجه. طيب في حد يسالني دلوقتي يقول لي طيب بالنسبه لي الاسابيع اللي فاتت، الجمعه اللي فاتت واللي قبليها، اعمل ايه بقى عشان اخد الحاجات اللي فاتتني دي؟ هتدوس على مور نيوز دي زي ما انت شفته كده، وبعد كده تنزل هتلاقي الباكس هي قدامك. ادي واحده اهي مثلا والكوب موجود. تنزل تحت تاني تاخد اللي قبليها، اهي واحدة كمان اهي والكود موجود. بقى انزل وارجع لأول يوم خالص اللعبة اللي هو الموسم ده ظهر فيه، وخد كل الباكات اللي كانت معمولة ببلاش دي. طيب بعد كده بنخش على الجزء بتاع الترانسفير. الترانسفير ده لطيف جدا. الجزء اللي على اليمين ده لو انت عندك كروت متكررة، اللي على اليمين ده بيبقى فيه كارت معين انا خدته خلاص، فكان محمد صلاح كارت بيبقى قوي بس تبدله ب 15. النصيحة اللي بديها لكم هنا، ال 15 كارت اللي هتستخدمهم ما يكونوش كروت جامدة، تكون كروت ضعيفة. فانت استحمل واصبر شويه، جمع 15 كارت ضعاف متكررين عندك، فانت كده مش محتاجهم، هبدلهم بكارت كبير زي ده. وبعدين الجزء على الشمال ده بقى، ده كل يوم بيفتح لك مرتين بس تعمل فيهم ترانسفير. هنا بقى بدل لو عندك كارت مكرر بقوي، بيديك كارت على قد قوه الكارت بتاعك بالظبط. طيب بعد كده الشوب ده اللي زي ما انتم شايفين المكان اللي بتشتري منه الباكات. طبعا الباكات في حاجات ثابته وفي حاجات بتتغير، تابعوا برضو النيوز والمكان ده برضو وشوف ايه اللي ممكن تعمله. ودي الباكات، وفوق على اليمين الكوينز. الكوينز بتاخدها طبعا وانت بتخش كل يوم. بعد كده اللعب، وعندك ثلاث انواع من اللعب. يا اما تلعب في التورنمنت وتاخد الكارت العظيم دوت، يا اما تلعب مع اصحابك، يا اما تلعب مع ناس اونلاين وبتاخد كل شويه باكات تتفتح لك ببلاش. وده مكان الاكواد. لما كنت بقول لكم دايما الباكه دي جواها كود بتاع لعبه الموبايل، هو ده مكان تحط فيه الكود يفتح لك باكه. طيب ودي البايندر بتاعتنا اللي هي كل الكروت اللي عندي. تعالوا نشوف كده مع بعض. انا عندي في مانشستر يونايتد مثلا، تمام هندوس تشوف. ادي الكروت اللي عندي. طبعا الضلمه دي معناها مش عندي، الملونين دول يبقى معناهم ان هم عندي. تعالوا نشوف باريس سان جيرمان نفس الفكره برضو زي ما انتم شايفين اهو، كروت برضو دي اللي موجوده عندي. عندي ميسي اهو بتاع النيو سايننج برضو لطيف. بعد كده عندنا الاوبشن اللي بعديه، ده بيبقى زي التروفيز او الجوائز اللي بتاخدها. دي بتديك بس جوائز انت اخدت، وبعد كده في الاخر مكانك ايه في الـ في الـ في, الـ في الدوري. خلينا نقولها بشكل بسيط، كل يوم بتخش بيدي لك زي ما انتم شايفين دي 1 2 3 4 بيديك كوينز، واخر يوم في الاسبوع بيديك باك وكوينز. بس كده لعبه جميله جدا. لو عندكم اي سؤال اسالوني، واعرفوا الناس كلها اللعبه ديت، واعرفوا الفيديو عشان يعرفوا يلعبوا ازاي. باي باي.